بفاملي اليوم مشاهدينا، كيف ممكن أو شو هي الأضرار اللي ممكن تنتج عن التمارين الرياضية، وأهم من هيك كيف ممكن نعالجها ونتوقع منها تفاصيل حول هالموضوع مع ضيفنا. برحب بوسام الأولى. أهلا وسهلا فيك وسام، شرفتنا. حضرتك عندك دكتوراه بالعلاج الفيزيائي، بدنا نستفيد من خبرتك الواسعة من بهالمجال حتى نتعرف أكثر على هالموضوع وحتى نصحح بعض المفاهيم الخاطئة حول التمارين الرياضية. بداية وسيم، بدنا لمحة سريعة عن الاناتومي بالجسم، يعني كيف تركيبة العضل بالجسم. شو كون العضل؟ عادة احنا بكل عضل بالجسم عندنا دو جونر دو فيبر، فيبر رابيد وفيبر لونغ. الفيبر رابيد هو فيبر إذا بدنا بنسميه كمان أو ميم تون فيبر بلانش. ليش فيبر بلانش؟ لأنه فيبر أنايروبيك، ما بده أكسجين، يعني نحن عم نمرن وبنقطع نفس وبنعمل هذا الإكزرسيس. عضل؟ عضل نعم. فيبر بلانش أي أنايروبيك، ما بده أكسجين، يعني نحن عم نمرن وبنقطع النفس وبنعمل الحركة. هيدا الفيبر أو ميم تون هو فيبر بيعطي فوليوم كتير كبير، بيكبر، بيعطي حجم، يعني بس تشوفي شخص عضلاته كتير كبار، هيدا ركك أكثر على الفيبر رابيد. هيدا اللي مش بحاجة لأكسجين؟ هيدا مش بحاجة لأكسجين، يعني هيدا الفيبر بيعطيكي فورس اكسبلوزيف بس بثواني، يعني بتقولي له في عندي 100 كيلو بدي شيلهم، بيجي بيلحق بيهم ال 100 كيلو بشيلهم، يلو شيلهم دغري مرة ثانية بيقول لك ما في، بدي ارتاح، اخذ نفس، ارجع اعمل، ارجع شيلها مرة ثانية. دونك هيدا هو النوع الفيبر رابيد، بيعطينا فورس اكسبلوزيف بفترة كثير قصيرة. اكزامبل بيركضوا ركض سريع، إذا بتشوفي سبرنت وحواجز، إذا بتشوفي بتشوفي الميسو تبعه الكوادريسبس تبعه هالقد، عضله عضلاته هالقد، بيعطيك الماكسيموم بعشر ثواني بيكون خالص، بس بيعطيك فورس اكسبلوزيف كثير قوية. بينما اللونج ديستنس رانر عنده عضلات لينة وطويلة. ثاني نوع من الفيبر هو الفيبر لونت. الفيبر لونت ليش فيبر لونت؟ لأنه بنسميه كمان أو ميم تون فيبر روج. فيبر روج بده أكسجين أيروبيك، يعني أنتم عم بتمارنيه بده أكسجين، مثل اللي بيركض ماراثون. بيركض، هو عم بيركض، بيركض بريت منه كتير قوي من الاول، ريت معين، بس عم بياخد نفس باخر 100 متر بيعطيك الماكسيموم. هيدا فيبر ما بيكبر، يعني نوع بده بس افار وسريع، ونوع بده هلا بقول لك كيف بنمرن كل واحد تنفس معين. مزبوط، بدنا الفيبر لونت بدنا ناخد اكسجين معه. هيدا فيبر ما بيكبر، حجمه صغير، يعني بتشوف اللي بيركض ماراثون بيكون كثير ضعيف، بتقولي هيدا بفي يركض ساعتين، بيركض ساعتين او بيسبح كثير مثلا. مزبوط مزبوط، يعني بدهم اللونج ديستانس، بدهم فيبر لونت، بدهم فيبر تحمل اونديرونس اكثر. دونك نحن هون بهالدو جونر دو فيبر عاده كناس عاديين نحن بحاجه لهالدو جونر، يعني ما في انا كانسان ماني سبورتيف دو هونيفو ما بعيش من هيدي الشغله، دونك بحاجه يكون عندي نوعين من الفيب. دونك هون بتوجه للرياضيين العاديين. نعم. اللي بيروحوا انه انت بس تروح للشباب، ما ترك بس على الفيبر رابيد. نعم. والبنت ما تركي بس على الفيبر لونج. بده يعرف الفرق بينهم. ايه. كيف يتعاطى مع كل وحده، شو عم نشوف هون على الشاشه؟ هون عنا صوره عن الفيبر، ليك بنلاحظ هون بنلاقي دي فيبر. هلا نحن الاينو ما بنقدر نفرق بين الفيبر لونج والفيبر رابيد. نعم. هيدا بنقدر نفرقهم باللابوراتوار، بس هون مبين تشوفيهم هن فايتين ببعضهم، وبنلاحظ في عنا مثل شرايين حمر على الطرف بيوصلوا لهم دم. اوكي، الفيبر لونت هون تقريبا بس تقطعي نفس او عم تعملي الاف 4، انت منك لوحدك، ان كونسيوم بدك تحمل شيء ثقيل، بحس حالك قطعتي نفس، ما بتاخذ الاكسجين، بينما الفيبر لونت بتاخذ الاكسجين. دونك هيدي اناتومي سريعه هيك كيف ممكن الميوس. هيدا الاحمر من برا هو العضل الفيبر ميسكولير، بالاخر بنلاحظ في التوندون هذا الابيض. نعم. هذا الابيض هونيك الاس، كل عضل مؤلف من فيبر، هذا الفيبر مسكولير بكل طرف منه في عندنا دو توندون، كل توندون بيعلق على عظمه معينه كرمال الميسك بس يشد دو اس يتحرك ويصير عندنا ارتكولاسيون، بصير في عندنا حركه. دونك هي اناتومي سريعه وبسيطه كثير مبسطه عن العضل. تركيبه العضل بالجسم. الاصابات اللي ممكن تصير او اللي ممكن تنتج عن التمارين الرياضيه بشكل خاطئ. مزبوط، بس نعمل رياضه خاطئه تلقائيا بتصير في عنا اصابات. اول شيء بتبلش تشنج، في وجع، عاده الرياضي بيقول انا عندي وجع بشتغل على وجع، هي شغله كثير غلط. الوجع هو الارم، بس لو ما في وجع ما في الارم، انذار، وقف شوف شو المشكل ورجع، ما تشتغل على وجعك. هي واحد، لانه اذا كفينا على وجعنا بصير في عنا تشنج. تشنج العضل بيعمل انفلاماسيون، التهاب، الالتهاب الون تيرم بيعمل ارتروز، تكلس بالماسك بالارتكولاسيون، بس في عندنا تكلس خلص التكلس ما بيروح. وعلى الكولون فيرتبرال ممكن يصير في عندنا ارني ديسكال، ممكن من وراء وزن كثير ثقيل، من وراء موفمون غلط، من وراء مش عارفين كيف بدنا نقعد في قعده مضبوطه للرياضه، ما فينا نعمل موفمون مع بوا بقعده غلط، هاي فو موفمون بتصير معنى اللومباجو، لومباجو اثنين ثلاثة اخر شيء بصير ارني ديسكال، بصير في عنا ديسك. دونك في كثير اصابات ياما بنسمع على عن هالنوع من الاصابات، وخصوصا عند السبورتيف بيضطروا يوقفوا
أوقات توقف حياتهم المهنية اللي هي هو سبورتيف، توقف حياته الرياضية من وراء غلط، من وراء أنه ما سمع لجسمه. وشغلة تانية كتير غلط خاطئة، الرياضيين من بعضهم صيروا يوصفوا لبعضهم، أنا أخذت أنتي أفلاماتور، خذ أنتي أفلاماتور، شغلة كتير غلط. روح عند البروفيشنال شوف شو المشكل. إذا بدك ضلك تعمل رياضة كل عمرك بدك تشتغل رياضة مزبوط، بدك تكون كبروفيشنال. لو أنت بتجيم، لو أنت ما بتعيش من هالرياضة، بس إذا حابب تعمل رياضة كل عمرك بدك تكون دقيق. ليش بيصير معنا تشنج؟ أول شيء فور موفمون، العضل ليشتغل حركي خطأ. إيه ليشتغل بده أنج، هو معمول ليشتغل بهذا الأنج. إذا يعني أنت لازم يكون بوضعية معينة، بوضعية صحيحة لإله. أنت مع البوا وعم تزيد بوا كتير، ممكن أي كونسيامون البوا يخدك لغير مال، وأنت بعدك عم تعمل حركة، تعمل فو موفمون. فو موفمون ممكن يقطش الناتوندون، ممكن يقطش ليغامون. بأحسن الحالات قلنا ببلش بإنفلاماسيون وبعدين بصير بأرتروز تكلس. بس نصير بتكلس خلاص، أنا كتفي ما بيجاني، ما بقدر حركه، أنا ركبتي خصوصا طبعا ركب كتير كمان عند الإجرين والكتف، بيعملوا صدر كتير، بيعملوا يعني الأماكن بالجسم اللي بتحمل ضغط كبير، والكولون فيرتبرال خصوصا اللومبير والرقبة مزبوط. يعني بيعمل أوقات إرني من ورا سبور، إنه هو رايح ليقوي عضله، رايح ليصير شايبه حلو، ليصير صحته منيحة، بيروح بيروح حاله من ورا أنه استعجل، من ورا أنه ما سمع لجسمه. كيف ممكن نعالج هالشيء؟ والأهم أنه نتوقع منه، أنه ما يصير معنا تشنج. الوقاية شغل كتير مهم، هيدي الأهم. يعني أنت بس تكون عم تعرف تعمل وقاية، ما بتعوز حدا، ما بتعوز دكتور، أهم شيء الوقاية. نحن عنا فكرة كتير خاطئة عن الرياضة، بس نقول رياضة يعني منروح على الجيم بنعمل سبور أو منركض ومنفل عملت رياضة، أو الماكسيموم بقول أنه أنا عملت شوية تحمات، بقول حمات. نسينا أهم خطوتين اللي هن الوارم أب والكول داون. Very good very good. بقول أنا حمات، شو يعني حمات؟ بيقول لك أنا عملت أتيرمان. هو هيدا أتيرمان يمكن 10 ثواني مزبوط، والأتيرمان ما أنا تحماية. الوارم أب ستريتشنج يعني. أوكي الرياضة هي ثلاث أنواع، مش الرياضة هي بتتضمن ثلاث خطوات. أول شيء في عنا الإشوفمان تحمية، ها أول مرحلة. تاني مرحلة الرينفورسمون اللي بنعمله حيال السبور بنعمله. تالت مرحلة الاتيرمون ستريتشنج الليونة. الوارم اب شو هو الوارم اب؟ الوارم اب مش اتيرمون نعمل هيك ونعمل هيك. الوارم اب هو انه تعملي الحركة اللي بتعمليها عادة، بتحمي 50 كيلو، بتحمي 10 كيلو، بتعمليها 20 فوا. هيدي الوارم اب، تبلش تفوتي اكسجين ودم للعضل بكل بساطة. يعني مثل عنوان عم تحمل جسم تدريجيا. برافو. مش نعمل اتيرمون، الاتيرمون ممكن يعرضنا قبل الرياضة، يعرضنا لانجريز، لانه الاتيرمون بتبعد الفيبر الفيبر ميسكولير عن بعضهم، بتبعد الفيبر ريسبتور عن بعضهم، وبعد منه حامل جسم فيمكن ما يحمل. دونك هي اول مرحلة الاشوفمون. الاشوفمون الاولى كثير غلط. مزبوط الاشوفمون بالاول. ثاني مرحلة رينفورسمون، رينفورسمون اللي بنعمله بنركض، بنعمل ويت ليفتنج، بنحمل الاوزان، هاي الاشوفمون الرينفورسمون اللي بنعملها كلنا. وبالاخر الاهم والاهم والاهم هو الاتيرمون. الاتيرمون هو شو؟ الاتيرمون هو انه نحن العضله فور اكزامبل بايسبس، بايسبس بيعلي الايد من تحت لفوق. الاتيرمون بصير بعكس ما انت بتعملي رينفورسمون، يعني بدي اخذ ايدي لورا، بدي افتحه. دونك الاتيرمون بترجع بتعطي اللونجر الطبيعي للعضل بعكس ما نحن شغلناه. هيدي يعني الاتيرمون عم نرجع منمدد او عم نعمل ستريتشنج بكل بساطه، عم نمدد العضل اللي شديناه لياخذ الوضعيه اللي كان فيها هو قبل الرياضه. والاتيرمون عندها برينسيب، يعني انا بدي اخذ البوزيشن بار اكزومبل، بدي اعمل اتيرمون هلا بنشوف اكزرسيس، هلا بنشوف شويه صور. الاتيرمون بدنا نفوت اكسجين نحن عم نعمل اتيرمون، يعني ما في اعمل اتيرمون بار اكزومبل لايدي وكون قاطع نفس. ليش؟ لانه الميوسك تيرجع يرخي بده اكسجين، بدي اكون عم بتنفس. تتنفس تضمن انه عم بتنفس بدي اعد 15 ريسبيراسيون، انا وعامل مينتنونس للحركه، يعني نتنفس 15 مره 15 نحن مره نحن وعاملين بالحركه. برافو. نحن عاملين اتيرمون، بدك نترجم يا ايه سوري سوري، بس لانه مو تكنيك درسينهم بالفرنسي او بالانجلي مزبوط. ف وغير هيك بدنا مش ما بنعمله مره واحده وبس، بدنا نعمل مينيموم دو 3 ا 5 من 3 ل 5 مرات لنقول انه عملنا اتيرمون للعضله، وكل عضله من مرنا بدنا نعمل لها اتيرمون. يعني قد ايه عم نحكي وقت؟ يعني اتيرمون اذا انا رحت على الجيم بالمبدا انا عندي 3 4 جون دو ميس بدي اشغلهم، 3 4 انواع من العضل، في عندي 10 مينوت مش كثيره، يعني 10 دقائق تقريبا نعمل اتيرمون منا كثيره. بتحمينا على المدى البعيد، وبتحمي الاتيرمون هو شغلته يحمي المفاصل.
وهيدي شغله كثير مهمه اهم شيء. مع انه معظم الناس بينسوا الخطوه الثالثه والخطوه الاولى وبفوتوا مباشره على الخطوه الثانيه. بروح دغري الشباب بدهم يتطوروا. قد ايه بيستفيدوا اكثر من الخطوه الاولى والثالثه؟ يعني قد ايه بيكون التمارين مكتمل لما بتابع هالثلاث خطوات؟ مكتمل والون تيرم على المدى البعيد، يعني بيقدر يكفي رياضه كل حياته، ما يقدر ما يوقف من وراء انجري طبيعي. بس نقول وحدة منهم يعني مش مكتمل غلط، يعني بعد نتفة بعد شهر شهرين سنة بده يصير في عنده مشكل. نعم. وإذا كف عليه مثل ما قلنا ما سمع لوجعه للألار رح تصير أسوأ، بل رح تصير أسوأ ويضطر. خلينا نشوف بعض الصور اللي جبتها معك وسام بتستعرض يمكن بعض الحالات. مظبوط. هون عنا اتيرمان، عم نحكي للسنتير سكابيولير، يعني نعمل شويه اتيرمان للرقبه. يعني نحن انا وياك اللي بنقعد على البيرو مثلا، ست البيت اللي بتوقف مثلا كل النهار، بتعمل اتيرمان للرقبه، بتعمل هالبوزيشن، وفيها تحط ايدها كمان. نعم. وتشد راسها لتحت، بتاخذ 15 ريسبيراسيون 15 نفس بنفس البوزيشن وبتعيدها خمس مرات من كل ميله. هيدي بنكون عملنا اتيرمان، قلنا كل ميله بمعنى لتحت لجنب ولجنب. لا هيدي ميله وحده، يعني لتحت وشوي على جنب وبنشد هيك. والميله الثانيه ذات الشيء بنشد هيدي ثاني اكزرسيس. هيدا اكزرسيس كثير مهم كلنا بنستفيد منه. هيدا كلنا بنوصل لهالبوزيشن. ايه بس بنقدر نوصل، ما تفكري بنقدر نوصل. هيدا اتيرمان لشان بوستيريور، يعني شو هالجسم عم تحرقصنا هلا. مارون ليك شو كيف لازم نكون مع اكلات مارون؟ ابدا ما لا بالعكس، اكلاته صحيه اكيد بجننوا. دونك هيدا الاتيرمون للشين بوستيريور، يعني نعمل اتيرمون من المولي للورا للاجر، من ورا للظهر للكتف للرقبه. ليكي كيف مهدى ايديه ونازل بهدي بهالبوزيشن. هيدي بدها وقت كمان وسام. يس هيدا الزلمه بروفيسيونيل وصل لهون، بس نحن نقدر نوصل. هيدي ثالث اتيرمون، هي كمان اتيرمون للشين بوستيريور. هيدي بتحطي اجريكي انجل دروا على حيط. هيدي اكثر شيء بنقدر نستعملها عند فالونسان. نعم. ما بتقدر الطب، واذا حدا كثير ناصح بطنه ما بيقدر يوطي بياخذ هالبوزيشن. هذا البوزيشن للظهر. مزبوط كمان للظهر بس دياغونال. قبل كنا عم نعمل الشين الجالسه بالجسم. هلا عم نعمل الشين دياغونال. دونك بنروح بهالبوزيشن، اخذ اجره لهونيك وكتافه، شايف كتافه جالسين ما بقبوا، مشان نعمل قد ما فينا اتيرمون للشين دياغونال. وزيت الشيء مثل ما قلنا بناخذ نفس من عيدا سكفه. وهيدي كمان نوع ثالث، اذا على القاعد، اذا كمان مثل هيديكي كمان لشان دياغونال، قاعد بحط اجره، بحط ايده على اجره وبشد حاله لثاني مان، بياخذ حاله بالعكس. يعني بدنا 10 دقائق لنحمي جسمنا تقريبا. اوكي ممكن اقل شوي. هلا التحميه يمكن لا، يمكن انا مثلا بدي اعمل تشيست او اجرين، باخذ 10 كيلو مثلا، انا بحمل 50 كيلو، باخذ 10 كيلو بعملهم 20 فوا ريبيتيسيون، يمكن بياخذ دقيقه من دون اي ستريتشنج. ايه بالاول من دون ستريتشنج ابدا، يعني اللي بيعملوا ستريتشنج قبل سبورت يوقفوه. واذا بدي اعمل كارديو، كارديو هو بتبلشي انت ولا مره بتطلعي كارديو، بتبلشي بركض، بتبلشي شوي، بتكون هيدي الاشوفمون، هيدي الورم اب تبعك. بس قبل من بعدها اذا بس عملتي جوجينج، من بعدها بتنزلي بتعملي ستريتشنج دغري بالاخر، بتعملي للركب. واهم شيء هو الستريتشنج. مزبوط. وبالاخر اهم شيء الستريتشنج. وسام نقولها شكرا لك ولهالمعلومات اللي كلنا ممكن نستفيد منها على امل انه نتوقع من هالاصابات اللي عم نسمع عنها كثير مؤخرا. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اهلا فيك. واقفه مشاهدينا وبنرجع على لايف ولثاني محطه بواتس اون ام تي في.